أنا قرار تاني في حياتي. شكراً يا أسيل على نصيحتك. خير يا حبيبتي، مالك؟ فيك ايه؟ في الشباب كنت بحلم حلم وحش. وحش ايه؟ عارف المذيع اللي غلط فيك امبارح؟ طلع النهارده واعتذر عن كل اللي قاله. بابا انا مش عايزه اسمع اي حاجه تانية عن الموضوع ده. على رايك بلا وجع قلب ولا وجع دماغ يا شيخه. بابا انا عايزه اسافر اقعد في البلد شويه، عايزه اقعد لوحدي. بلد ايه ده؟ البيت يا بنتي مقفول ومهجور من زمان. انا مش صغيره هروح افتحه واوضبه واقعد فيه، انا بجد محتاجه اقعد لوحدي. طيب يا حبيبتي انا هاجي معاكي. لا يا بابا مش عايزه اتعبك معايا، انا هكلم عمته تيجي تقعد معاكي كام يوم، النهار هقعد فيهم هناك. متشغليش بالك بيا يا بنتي، اعملي اللي يريحك يا حبيبتي. هتسافري امتى؟ على طول هقوم اوضب شنطتي واتحرك اول ما النهار يطلع. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. حاضر. والنبي يا بابا انا مش عايز اي حد يعرف ان انا هناك. طمني يا قلب ابوكي، محدش هيعرف حاجه.